في للنشر هذا الأسبوع بالصوت والصورة، هكذا كافأت كانديا جو معلوف على ضرب منافسيها في صناعة اللبنة. سيدة فلبينية تلجأ إلينا في للنشر بعدما حرموها من ميراث زوجها المتوفي. ملف التزوير الإعلامي بين مؤيد ومعارض للنظام السوري وجديده فضيحة للباريماتش يكشفها للنشر مباشرة على الهواء. ميلاد أبو ملهب ألهب التظاهر المطلبية والإعلام بتعريه، ترقبوه في للنشر. للنشر مع طوني خليفة، الاثنين بعد الأخبار على الجديد.